حلقتنا ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا. افكركم بموضوع الحلقه اللي بنتكلم فيها عن الفرصه، حلقتنا النهارده عن الفرصه، وبفكركم كمان بسؤال حلقتنا اللي كان قبل الفاصل، هو ان الفرصه اللي موجوده قدامنا ممكن نكون مش شايفينها حقيقي، وممكن بناء على كده ان احنا ما نستغلهاش. إجابة السؤال ده تتوقف على ان احنا اصلا نعرف ايه هي الفرصة وايه هي تعريفها ومعناها ايه. الفرصة هي الوقت المناسب اللي انا بستغل فيه امكانياتي وكل حاجة عندي ان انا احقق بيها احلامي. الفرصة لو ضاعت مش دايما بنعرف نرجعها تاني، زي ما قلنا زي شعاع الشمس او زي نور الشمس اللي بيروح صعب ان هو يرجع. انتهاز اللحظة المناسبة والمهمة في حياة كل حد فينا دي نقطة مهمة جدا. وكمان ما تنسيش يا شيماء ان الفرصة هي وسيلة لتحقيق الهدف، وطبعا الفرصة ما بتجيش لأي حد ما عندوش هدف، فلازم يبقى عندك هدف الأول عشان تقدري تحققي أو تستغلي الفرصة اللي بتجيلك. في ناس طبعا ماشية في الحياة دي بطريقة عشوائية، ما عندهمش هدف حقيقي في حياتهم، فطبعا بتجيلهم بعض الفرص العشوائية اللي حتى لما بيستغلوها بتبقى فرص وهمية ما بيقدروش يستغلوها الاستغلال الصحيح. لكن خلي بالك ان الفرصة الحقيقية مقرونة بالسعي، ففي ناس ما بتسعاش اصلا لان هم ما عندهمش هدف عشان يحققوه. وعلى سبيل المثال القصة اللي ذكرتها ريهام، السجين فعلا ما كانش كان عنده فرصة انه يهرب، لكن هو ما سعاش اليها السعي الحقيقي. بالظبط يا احمد، وخليني اضيف كمان حاجه من خلال تعريف شيماء للفرصه. شيماء قالت ان الفرصه بتيجي، ممكن تيجي وتروح في ثانيه، يعني هي بتيجي بدون مقدمات، وده يخلينا نبقى دايما في حاله سعي. طول ما انا عندي هدف لازم يبقى مقرون بسعي، طول ما انا بسعى كل يوم خطوه بتقربني من هدفي لتحقيق فرصتي. لما الفرصه تيجي في الوضع ده هتكون انت عندك استعداد كامل بيها، طول ما انت بتسعى انت في وضع استعداد دائم لاقتناص الفرصه اللي ممكن زي ما شيماء قالت ما تجيش غير مره واحده. وعلشان كده بيقولوا ان الفرص تاتي مقترنه بالعمل الشاق، لذا معظم الناس يفوتون الفرصه. اكيد الفكره بقى يا ريهام، يعني اللي احنا بنسال فيه، هو وارد ان انا زي ما انت قلتي ان انا اسعى واجتهد واعمل اللي عليا واحاول، وفي نفس الوقت برضو ما اعرفش اوصل لفرصتي، ولو وصلت لفرصتي بعد السعي ده ممكن اكون موهومه او بيتهيأ لي او ان انا كنت فاهمه غلط. اوقات كتيره احنا بنسعى في الطريق الغلط، واوقات كتيره اللي احنا محددينه في ناس بتستغله، في ناس بتستغل احتياجك لفرصه معينه وبتعمل ايه بقى، بتدي لك احلام في اوهام، يعني بتقول لك كلام مش حقيقي خالص وبتعيشك الوهم، وهم ان انت تكون في الفرصه وهي ما بتبقاش فرصه حقيقيه. في ناس استغلت ده، وده يخلينا نعرف ان هو يعني الفرصه الوهميه والفرصه الحقيقيه والفرصه الذهبيه زي ما بيقولوا. هو فعلا موضوع الفرص الوهميه دي موضوع خطير جدا، في ناس كتير بتستغل حلم الشباب ان هم يبقوا حاجه معينه، زي ان هم يحلموا يكونوا مذيعين او مذيعات، وبيوهموهم بفرص وهميه، وبالتالي ان الشباب دول بيفشلوا في الموضوع اللي هم كانوا عاملينه، وهم الناس التانيه بيتصرفوا او بيستغلوا الموضوع استغلال مادي، ولكن الشباب هم اللي بيخسروا لان هم بيفشلوا، ما بياخدوش تدريب كويس، ما بياخدوش امكانيات كويسه، فبالتالي الموضوع بيفشل معاهم وهم اللي بيطلعوا في الاخر خسرانين. اكيد بالظبط يا وافي، يعني لما تتلاقى احتياجاتك مع الهدف اللي انت محدده وتلاقي الفرصه متاحه، اعرف ان دي فرصه والفرصه دي ما ينفعش تضيعها. خلونا نطلع فاصل ولسه كلامنا مخلصش، استنونا.